انضمام زعيم السلفية الجهادية في العراق إلى مشروع المصالحة الوطنية المحور الأساس لمهرجان المصالحة الوطنية السنوي الأول، ومع أن موقف الحليف الجديد من العملية السياسية يكاد يطابق موقف الحكومة، إلا أن الأخيرة ألزمت السلفيين الجهاديين كغيرهم من الفصائل المتصالحة بالتعهد بعدم معاودة النشاط المسلح. نرى أن شركاء العملية السياسية خرجوا من عمل البناء إلى مواطن الخلافات ومواطن الانشقاقات، آملين إن شاء الله تعالى عودتهم واجتماعهم. أولا أن ينضم إلى مشروع المصالحة الوطنية، ثانيا يلتزم بالدستور العراقي والقوانين العراقية، ثالثا ينبذ العنف والإرهاب ويتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله. وعلى ما يبدو فإن رغبة الحكومة بالحصول على مزيد من الدعم الشعبي بكسبها زعيم إحدى أبرز جماعات الجهاد السنية في البلاد لم ترك لبعض شيوخ العشائر المشاركة في المهرجان، وهو ما دفعهم لمغادرة القاعة. هناك حقيقة مشايخ ومهمين في العراق وسادات مهمين في العراق، والأفضل أن تكون الكلمة لهم وليس لأطراف ثانية غير مرغوب فيها، فهذا حقيقة استفزنا، وأنا أول من خرج من القاعة. ويرى مراقبون أن إطلاق الحكومة العراقية العنان للتعامل مع الجماعات السلفية الجهادية رغم حذرها الواضح قد يكون مفتاحا لتوجه جديد قد يفسح المجال أكثر أمام المصالحة مع أطراف أخرى كعناصر تنظيم القاعدة غير المدانين قضائيا، وإن كان الأخير محسوبا على الجماعات التكفيرية. تمام عبد الحميد، السومرية.